آمين أختي آمين. قولي فاطمة، عندنا نصائح ياك ولا لا؟ نعم حبيبة، وهي في نفس الوقت نصائح وهي وصفات. نعم تفضلي. مثلا الحلوة اللي كتشاب، مثلا أي غريبة والكيكة، وخا شاف اليوم طريف وغدا طريف، دار في الكونجيلاتور ومين تجي واحد الكمية غطحنيهم في المولينكس. نعم. وتخلطي مع الكوفيتير المفضل اللي عندكم، ودير مكورات وتغطيهم في الشوكولاتة، ودير السكر كاع من الفوق، وانت عندك حلوة راقية ولذيذة. يعني اي حلوة اللي بقات لنا، الكيك ولا غيرها؟ اي حلوة كان اللوز فيها. نعم. حتى الفقاس الى برد؟ نعم. حتى الفقاس الى برد؟ اي حاجة فيه اللوز. أي ما كيبقاش باين لا فقاس لا غريبة لا والكيكة. يعني وكتطحن في الخلاط الكهربائي. نعم. كتضاف لها شوية ديال الكونفيتور وكتشكل كويرة. تجلي في القصرية. نعم. ما يعرفوش الناس ملي كياكلوا بحال حلوة الكركاع. نعم. كتغطس في الشوكولات ومن بعد كتحط عليها كركاع من الفوق، كتجي حلوه راقيه للمناسبات. ولا لا تبارك الله، يعني ما نضيعوا حتى شي حاجه. نعم تفضلي. مثلا المخمر اللي كيبغوا يعمروا، وليد المخمر اللي كناكلوا بالعسل والزبده، الناس كتعجنوا كتقرصوا كتخليه يخمر، وخصك غير تقرصي ما كاينش 10 دقائق ولا ربع ساعه ويتخبز باش يتنفخ. نعم. يعني هذا هو السر باش يتنفخ. ومين تحطها في المقلاة تقلبها بالزبده قبل ما تنبل، ما دير حتى شي علامه. يعني ولكن بلاتي واش كنخمروه المره الاولى وكتله واحده عاد نقطعوه ولا لا؟ لا، هذا هو الخطا. ملي كتخبزي كيتفرق من الوسط، كيخرج منه البخار. عجنيه بالزربه وقرصيه بالزربه وقرصيه خبطيه. 10 دقائق ما تفوتيش لي خبزيه. من تحط المخمره في المقله قلبيها بالزربه. نعم، غير نحطوها على هذا الوجه. يلا ديك الساعات نقلبوها الوجه. حيت الا طابت من تعودت، ملي كتقلبها ما كتنفخش. نعم. كتكون قفاحت وتقالت، المهم ما كتنفخش. ما كتعطيناش داك الطعم باش تجي مجوفه. نعم. تفضلي نصيحة أخرى. قلنا مخمر، قلنا نعطيك المهم اللي ساقي مثلا لي سالاد وداك الشيء. لي فينيغريت، يعني الصلصة ديال السلطات. نعم. كتاخذي الخل بلزاميك. الملح، الابزار، زيت بلديه، كتجي لذيذه ورائعه، ما كاين لا مايونيز لا والو، كتجي فنه. نعم. وإلا كاع خلطناهم في شي حاجه في شي اناء وعاد ونخدناهم رجيناهم مزيان كتخلطي احسن تيجيو زوينين. في الطابله حتى الوقت اللي كتكوني كتاكلي وتسقي راسك. نعم. يعني صحي ومزيان، ما فيه حتى شي حاجه اللي مضره. نعم. مثلا في حال نسمى اللي الناس ديما كتنسم الحلوات، اللوز ولا كيكه ولا اي حاجه، كناخذوا جوج ليمونات محكوكين ومعصرين. نعم. القشره بوحديتها والماء بوحديته، وحامضه محكوكه والقشره والعصير بوحديته. كنغليو القشور 4 مرات ونصفيهم، ونكبوا عليهم داك العصير، ونديروا كاس ديال السنيده ونخليهم يتعسلوا. بلاتي كنغليو، قلتي القشور كنغليوهم 10 دقائق. 4 مرات. غيتغلاو. نعم. 4 المرات. نعم. وكنزيد عليهم داك العصير اللي خلينا ديال الحامض وجوج ليمونات وكاس ديال السنيده. نعم. ويتعلكوا مزيان، يتعلكوا يوليو بحال الكوفيتير. وكتديرو في لي ساشي وديرو في الكونجيلاتور، ملي كتبغي تصاوب الكيكه كتصاوب مع معلقه، ملي كتصاوب حلاوه اللوز كيجي فيها فن، واللوز كيجي معلك. نعم. يعني هذا بحال ديك لي سوريس كونفيست، هادو القشرات نتاع البرتقال والحمض كونفيست، هما تيجيو تينسمو الحلوه كيعطيو الطعم والمذاق. نعم. كتجي زوينه رائعه، بحال لقات في الناس كيصابو كيورقوا في الطحين. نعم. الا بقى لك الطحين في العجينه ما غطاش لك لاباط، خاصك تشري ديك الشطابه ديال الكوزينه رطبه وتشطبي وتعاودي تمسحي بالزيف وتلوي وتورقي. الا خليتي الطحين ما كطلعش. نعم. يعني واخا نرشوا الطحين باش نطلقوها، خاصها ضروري ماشي مشكل، خاص الطحين ما يبقاش ملي تبغي طوي عليها وطويتي على الطحين ما كطلعش. نعم. هذا العجينه المورقه. نعم. خاصها تساس مزيان من الطحين بطريقه او باخرى. انت عطيتينا الفكره ديال داك الشيتات ديال الكوزينه ضروري خصهم يكونوا، والماء تحافظ عليها ديرها مع البلاكار مع الموال، يجي شي حد مثلا وي. نعم. باش تلصقي مثلا لي صابلي.
ديما الناس نيسلي وداكشي كيطلع غالي. الجمعه كلت كاكاو غبره، الجمعه سكر كلاصي، معلقه كبيره عصير الحامض، معلقه كبيره الماء، واي نسمه بغيتي كتجي زوينه في نعم. قلت لنا جوج معالق ديال الكاكاو، جوج معالق ديال السكر كلاسي ياك، نعم، معلقه عصير، معلقه نعم. ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض، ومعلقه كبيره ديال الماء. ماشي اغوم، ماشي نسمع اللي بغيتي كديري راسك. نعم. سمعت سواء سائله ولا اللي تكون خنيشه، مثلا بغينا لافاني نقدروا نزيدوا السكر فاني ولا المعجون ديال نعم. ناخذوا نصيحه اخرى، نعطيك كيفاش كيتصنع البخاليني والبخاله، حيت الناس ما كتفرقش بيناتهم مثلا. يمكن غياخذ منا وقت كبير، هذا كنخليوه لوقت اخر. لا بحال نصيحه ما عندوش. نعم يلا تفضلي. مثلا كتاخذي 100 غرام اللوز، اي فاكهه جافه، اللوز ولا البندق ولا البيستاج، اي حاجه بغيتي، كتحمر في الفران وكتكبي على السكر 100 غرام في نفس البلاصه وتطحني في نفس البلاصه باقي سخون. نعم. مش بلا ما ديري لا زيت لا والو. كتحمر في الفران؟ اه، ونيشان في المولينكس وكديري عليها السكر كلاصي. وهي سخونه غديري زلافه من هنا، عبرتي بالميزان 100 غرام. 100 غرام هي سخونه، نضيفوا لها 100 غرام ديال السكر سنيده. لا كلاصي. كلاصي الا ما كانت سخونه ما كتنجحش. نعم. هذه كتصاوبها غريبه وكتصاوبها الحلاوي وكلشي اللي فيها البخاليني. نعم. هي الخلاط الا كاين بعض الانواع ديال الخلاط اللي درنا فيها اللوز سخون ممكن يتشق، ممكن يترس، الناس يراعيوا هذه المساله هذه. مويلكس مزيانه باش تحني. نعم. لالا فاطمه الشكر الجزيل على هذه الوصفات هذه اللي عطيتينا وعلى هذه النصائح هذو، الله يجازيك بخير. كنا وعدنا المستمعات اننا نرجعوا عندك، درتي معنا اليوم.